كثير اوقات وخصوصا بهذا الجو اللي نحن فيه الخريف بنبلش مشاكل تساقط الشعر. كثير ناس بيعزوا هذا الموضوع لموسم، بيقولوا لك هلا موسم الباذنجان مثل ما بنسمع متهوم يا حرام وهو بريء، ولكن بشكل عام فصل الخريف هو له تاثير كبير على البشره وعلى الشعر وعلى كل الجسم. الجفاف، زياده الجفاف بالجسم، هذا كله بياثر، ولكن اكيد وراء هذا الشيء في سبب علمي. اكيد يا سلمى، اليوم مو بس تغير الفصول هو عم يكون احد اسباب، ان كان مثل ما قلنا جفاف البشره او تساقط الشعر. اليوم اكيد خلينا نقول الاستخدامات الخاطئه للمواد الكيميائيه، قد نحن كل نهار بنتعرض لسشوار للحراره للشعر، الصبغات، هدول القصص كلهم بيساهموا بتساقط الشعر، بالاضافه احيانا الامراض، احيانا نقص الفيتامينات بالجسم وغيره من الاسباب عم يكونوا هن سبب هي المشكله. اليوم رح نروح مع الكيميائيه براءة حداد لنتعرف أكثر عن طرق العناية بالشعر وأهم الأسباب اللي بتأدي بهذا الفصل لتساقط الشعر. يسعد صباحك ست براءة. صباح النور. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. هلا صباح الخير. خلينا نبلش من فصل الخريف، صاحب التهمة الأكبر أنه هو سبب تساقط الشعر. هل علميا فعلا الجسم ومنه طبعا الشعر بيتأثر بفصل الخريف؟ طبعا. هلا الشعر يعتبر اضعف عضو بالانسان، او خلينا نقول اضعف ماده بالانسان، كونه هو اللي يعني كجزر بيطلع من الفروه، ونحن عم نعرض الاجزاء الخارجيه لتبدلات الطقس اليوميه. الفكره وين؟ انه هو مو لانه خريف، هو لانه تبدل الطقس بشكل عام. يعني مثلا انا بتاثر بالخريف، غيري مثلا بتاثر بالربيع اكثر، فبيصير عنده تساقط. الفكرة الأهم من هذا إنه نحن مع تبدلات الفصول أولاً بتغير النفسية. هاي النقطة يمكن كتير من الناس ما بتنتبه لها. يعني في ناس أول شيء بيقلك أنا أول ما بيجي الخريف بكتئب، معناته أنا تعرضت لقلق، كآبة، ستريس، الضغط. هذا هو العامل الرئيسي الأهم قبل ما أقول إنه أنا صار عندي خريف. أوكي، الخريف صار فيه تبدلات بالشمس، نقصت درجة الحرارة، خف النشاط تبعنا، رجعنا للالتزام بأعمالنا مع المدارس وغيرها. النقطة الثانية، عدا عن الستريس، خليني أحكي على موضوع كتير مهم سواء للشعر أو للبشرة. الناس بطبيعتها بصراحة كتير بتردد يلي بيحكوا مع بعض، شائعات تماماً يعني. تماماً. طيب أنا اليوم قبل ما أبحث على بس هيك آثار المشكلة بدي أبحث بالجذر. شو هو الجذر؟ لما بدي أعالج شعر أو أحكي على مشكلة بالشعر بدي أحكي من جوا لبرا. من جوا لبرا كيف يعني؟ أنا إذا بدي بلش بأول شغلة بدي انتبه لها، يا ترى عندي مشكلة بالمعدة والأمعاء؟ هاي أول نقطة. كتير من السيدات بشوفهم أنا بيقولوا لي أنا شعري ما بيطول مع أني باكل وفيتامين وقصص، لما ببلشوا يحكوا لي على روتينهم اليومي والقصص اللي موجودة عندهم فبيبين أنه في مشكلة معدة أو أمعاء أو الكولون العصبي. إذا عندك مشكلة معدة وأمعاء فعندي مشكلة بحمض المعدة مثلا. هذا شو هو حمض المعدة؟ اللي هو حمض كلور الماء، ما عم يهضم الأكل والبروتين والفيتامينات. في ناس عندها مشكلة مرارة وما بتعرف. إذا أنت عندك مشكلة مرارة مثلا ما بتهضمي الفيتامينات اللي بتاخديها وخاصة الأوميجا 3 بالإضافة للبروتينات اللي نحنا بناخدها. في نقطة ثالثة كمان، إذا أنا عندي مشاكل بالكلية كمان هي بدها تأثر على الشعر. إذا في عندي مشاكل بالكبد، مريض السكر بتلاقي عنده مشكلة شعر. فأنا هاي الأسباب كلها بتخلي أنا عندي مشاكل بالشعر والبشرة مترافقين سوية. فهي القصة ما بقى إلى دخل بتبدلات فصول، إلى دخل إنه أنا لما اللي إجا الفصل الجديد كيف تعاملت أنا معه. شوفي أكبر نسبة بالعالم يعني بآخر الدراسات إنه الناس بتكون مكتئبة بفصل الشتاء. في ناس ما فيها تشوف لا المطر ولا التلج تماماً. حلو كتير، بس أنا اليوم أنا اللي بدي أتأقلم مع الطبيعة مو العكس. من يوم يومه منذ فجر البشرية الإنسان بيتأقلم مع الطبيعة، طبيعة ما بتجي على كيفنا نحن، خاصة بالمفاجآت اللي عم تطلع لنا بتغير المناخ وغيرها. فالمفروض أنا أعدل من سلوكي مع تغير الفصول، إني أعرف كيف أتأقلم مع الفصل الجديد بكل تفاصيله وشو بيخبي لنا. أنا بحس بالشتي بفوت بسبات شتوي، بحب نام في بالصيف يعني. بالمقابل في ناس بتستنى نقطة المطر لتنزل على حسب الأرض. حسب طبيعة الإنسان تماماً، حسب هو ارتباطه يعني. أنا بقول القصة جداً نفسية، كيف طبعاً. الإنسان بيقدر يتأقلم.
حكينا عن أهم وأبرز الأسباب اليوم اللي بتأدي لحدوث هي المشكلة يعني، ولكن بالإضافة للشيء اللي حكيتي حضرتك ست براءة، في سلوكيات خاطئة من الشخص نفسه يعني بيساهم بهي المشكلة أو بيعقدها أكثر. خلينا نحكي عن أهم السلوكيات اللي ممكن أنا أعملها بدون ما أنتبه أو أعرف حتى أن هي غلط يعني. حرجع بلش من نفس النقطة، أنه أنا شو باكل. أولاً إذا كان غذائك غير صحي غير متوازن فأنت عندك مشكلة شعر. حعطي بس مثال بسيط، تناول الأغذية الدهنية اللي فيها زيت نباتي أو سمن نباتي، هي أول نقطة. الوجبات السريعة هي كلياتها زيوت نباتية، هي أحد المشاكل. إذا بدي يجي نحن الصبايا قديش منركض وراء الترند العالمي، أولاً بصبغات الشعر، معظم الصبغات اليوم عم تستدعي انه الصبيه تسحب لون الشعر، فانا عملت تلف لحيويه الشعر. في ناس نتيجه سحب خاطئ للون بتلاقي مثلا بلش يتكسر عندهم الشعر، هذا بيحتاج اقل ما يمكن سنتين لترجع يترممي، لان احنا بنعرف نمو الشعر يعتبر بطيء. تمام. النقطه الثالثه، كل صبية إذا بس بتعد مستحضرات التجميل المخصصة للشعر عندها بالبيت، صدقاً صدقاً كل صبية عندها لا يقل عن 10 مستحضرات تجميل للشعر، من الشامبو للبلسم لحمام الزيت لمادة فيها كرياتين، مادة فيها بروتين، مواد للسبراي. هذا السبراي كم نوع صار عندنا بالسوق وكلياته الصبايا عم تشتري كرمال تهتم بالشعر. الصبغات الكتيرة اللي مليئة بالأمونيا، ما في نوع صبغة حالياً إلا وفيه أمونيا، إلا إذا بدي أتوجه للنوع الطبيعي. وحالياً صار في عندي صبغات يعني هي يكتب عليها مخصصة للحوامل إنه بتكون فري أمونيا. الأمونيا من المواد القلوية يلي بتسبب إنه عدا عن إنه ممكن تقصف الشعر تسبب حكة، في ناس كتير بتتحسس منه، وبصراحة أنا منهم بحاول قدر الإمكان إني بعد عنها، استعين بصبغات إنه تكون فري أمونيا. نقطة الثالثة، استخدام الكتير للسشوار والليس والمكوى، حرارة. تماماً، الحرارة العالية جداً والاستخدام اليومي. في نقطة كتير مهمة نحن ما بننتبه لها بصراحة، كل الصبايا وكل السيدات سواء كانت محجبة أو غير محجبة في عندها مشكلة بالصيف إنه هي بتحمم شعرها مرتين باليوم. في ناس الصبح قبل ما تطلع من البيت والمساء أول ما ترجع على البيت. الاستحمام الكتير هاد، الزيوت اللي بتفرزها أنا الفروة عندي شو بتعمل؟ أنا هذا الزيت قضيت عليه تماماً، قضيت عليه، هو بيطلع لكن أكيد مو ب12 ساعة بيطلع عندي الكمية اللي بدي إياها. استحمام الشعر يا جماعة بده بس مرتين بالأسبوع، ماكسيموم ثلاثة. هذا إذا أنت فعلاً حابة تستفيدي من الزيوت اللي بتفرزها فروة الرأس. ما رح نحكي الإجرام الحقيقي اللي عم بيكون بالمسابح، كل صبية بدها تروح تماماً. طبعاً المسابح العامة يلي هي للنوادي بدك تلتزمي بطاقية وغيرها، لكن إذا مثلاً صبية عندها بالبيت مسبح، بتعرفوا كتير من الفلل تمتلك المسابح، هون ممكن صبية بتقلك بنزل أنا ما عندي مشكلة ويتعرض شعري للمي. مية المسبح فيها كمية عالية جداً من الكلور، الكلور هو يلي بيأثر على الشعر، هو يلي بيسبب الهيشان والتقصف خاصة الشعر المصبوغ. لاحظي السيدات يلي بيكون عندها شعر طبيعي هي بتكون أقل ضرر، حتى بتغير لون تماماً 100%، لأنه هو أصلاً الكلور بنسميه نحن من القصارة، إنه هو اللي بغير الألوان، سواء كنت أنا حاططه على ملابس أو أنا مثلاً إجا على تيابي بالغلط أو مثلاً إجا على الشعر. نعم. طيب أستاذة براءة، خلينا نحكي شوي عن بعض النصائح اللي أنت بتشوفيها للسيدات واللي هي ممكن تكون بالبيت، إن كان الزيوت الطبيعية أو روتين بسيط ممكن يستخدموه بعيداً عن المواد والماركات التجارية تماماً. اللي هي مروجة أكثر من ما أنه هي فعلاً ممكن تعطي الفائدة، خصوصاً لما بنسمع زيوت وأسماء كثيرة بس صحيح. ما بنعرف إذا فعلاً هي المادة هي صحيحة أو لا. كلامك سليم 100%. قبل ما تبلش أي صبية إنها تعمل أي شيء، أنا بس بقترح عليهم إنه يكونوا متأكدين إنه المعدة صح، ما عندي مشاكل كبد، ما عندي مشاكل غدد درقية. الغدة الدرقية نحن بنعرف كمية الهرمونات اللي بتفرزها، هي مسؤولة عن تنظيم هرمونات الجسم. نعم. تمام. بالمناسبة في شغلة بدي أحكي لك إياها، كل السيدات بتقلك لما كنت حامل كان شعري كتير حلو. لاحظوا صح. ليه؟ لأنه الحامل بتزيد الهرمونات 100% الذكورة عندها كمان وبتخضع
إجراء طبي، يعني هي بتضل عند حكيم ممكن كل أسبوعين أو للشهر، بتتابع حركة الجنين والدكتور بتابع لها نظامها الغذائي والفيتامينات تماماً، فهي ما بتتردد عن أي نوع من الفيتامينات، حتى بيصير بيقول لها بعدي عن هالأكلة وبعدي عن هذا الاستخدام الخاطئ، فهي مشان تحمي الجنين، هي ما بتعرف أنه عم تحمي حالها وعم تحمي الجنين. دائما هيك بمرحله الحمل بتلاقي حال الصبي حتى المستحضرات الكيميائيه بتخفف بنسبه 100% 100% يعني. تماما كلامك سليم. فانا اللي بدي احكيه انه كبدايه اذا انا جسمي من الداخل صحيح، ما عندي اي مشاكل، ما عندي مشاكل دم، والاهم الامعاء لانه هي البيت اللي بخليك تهضمي، ومنه بيصير انه انا بستفيد من كل الفيتامينات اللي عم باخذها من جسمي. ننتقل للمرحله الثانيه. إذا المرحلة الأولى أنجزتها بسلام، فالمرحلة الثانية أنا شلون بدي أهتم؟ حافظ على مواعيد قص الشعر، ممكن في ناس بتقص 3 مرات بالسنة، فهذا الشيء كتير ممتاز أني أنا أتخلص من الأطراف اللي متقصفة. يكفي 3 مرات بالسنة؟ حسب كل صبية شو هي بحاجة. حسب إذا بتستخدم سشوارات كتير أو لا، مثلا مثلنا نحن لازم كل شهر يوم. كل شهر يعني اقل شيء، يعني نوعا ما كل شهرين. ايه لانه حتى حضراتكم كوجوه اعلاميه اكيد في عندكم كثير طرق للاهتمام. هلا في نقطه ثانيه، اذا بدي اجي انا للزيوت، كل الزيوت مفيده للشعر خاصه على راسها زيت الزيتون اللي هو نحن الحمد لله انه متوفر عندي ببلدي. النقطه الثانيه، في كثير ناس انه موجوده بالساحل السوري بيكون موجود عندها بالبيت وهن اللي بيعصروا ببيتهم على البارد، فهي نقطه كثير مهمه عندي. إذا بروح أنا شوي بالمنطقة الوسطى، لحد الآن في ناس بمصياف وبحمص وبريف حما بيعملوا عندهم زيت الغار، حتى ريحته بتاخذ العقل، إن كان زيت الغار ولا زيت الزيتون، هدول موجودين نحن ببلدنا، ليش ما بنستغلهم؟ بالإضافة في ناس لهلأ كمان بتعمل زيت الياسمين، هي الزيوت اللي أنا ببلدي بتغنى فيها كلها بتفيد الشعر. نقطة ثانية، بدي انتبه ما حط زيت الزيتون على شعر مصبوغ مثلا بالأشقر مشان ما يخضر، تمام. في إذا بدي اجي لزيت كتير 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 مهم، حتى في ناس انه إذا كان هو فعلا أصلي مو منضف له كتير مواد كيميائية وخاصة المذيبات القطبية، زيت جوز الهند. زيت جوز الهند فوائده لا تعد ولا تحصى للشعر. إذا بدك كمان حتى فيني رطب فيه البشرة، بس طبعا بكميات كتير قليلة لحتى تمتصوا البشرة، لكن يطبق على بشرة نظيفة تماما. زيت جوز الهند أنا إذا بطبقه على الشعر مرة بالأسبوع، ما بياخد كتير من وقتنا وما بياخد كتير من الوقت، بس بدي خليه مثلا 3-4 ساعات، ودائما بدي أحرص على تدليك فروة الرأس واني سرح من الجذور الى اخر الشعر، بخليه تقريبا 3-4 ساعات، بعدين بغسله رح نلاحظ فرق النتائج. يعني ان شاء الله من اول شهر، يعني اذا بدي اقول بين الشهر لثلاث شهور بنلاحظ النتيجه بتفرق عنا. اكيد اليوم هدول المعلومات بهموا كل حدا، شباب وصبايا اليوم بيعانوا من هي المشكله. بدنا نتشكر حضورك لليوم، وهيك صباحك جمال وحلو على طول. شكرا شكرا لك استاذه براء وكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا.